ورجعنا لكم من جديد على كوين فري. زي ما انت متعود طبعا من عندنا الجديد والحصري، انا النهارده جايب لك اسهل واضمن طريقه لتعدين عمله البي تي تروني، او اسهل طريقه لربح العمله مجاني من خلال شات كوين فري. زي ما انت سمعت، من خلال شات كوين فري. طبعا احنا عاملين تعدين عمله البيتكوين، وعاملين النهارده تعدين عملة البي تي تروني، ده موجود وعاملين له شرح وكل حاجة، وتقدر انك انت تشتغل فيه بدون اي مشكلة. النهاردة جاي اشرح لك ازاي تعدن عملة البي تي تروني من خلال الشات. زي ما احنا شايفين دلوقتي، لو دخلنا على الشات بالشكل ده، الناس ديت موجودة معانا في الشات، زي مثلا ابو ياسين واشرف وياسر وهايدر وميدو، الناس اللي هي بتعدن حاليا في الوقت الحالي. كل المطلوب منك ان يكون عندك ابلكيشن شات كوين فري وابلكيشن فاوست كوين فري. طبعا الاثنين خاصين بقناه كوين فري، والدفع بيكون فوري من كوين فري. ده موضوع حلقه النهارده يا صاحبي. لو عجبك المحتوى انت بتتفرج عليه، ما تنساش تعمل لايك وندخل في الموضوع على طول كالعاده. طبعا زي ما انا قلت لك، الجديد والحصري زي ما هتشوفه على كوين فري، انا النهارده عامل لك نظام تعدين جديد وحصري. النظام ده انت ممكن تشوفه جديد، او ممكن تدخل على نظام العداد ونظام فين الرصيد والجودة، ولكن النظام من دلوقتي مختلف تماما. كل الفكرة انك انت بتخش الشات، بتكتب في الشات او بتعمل اي حاجة في الشات، تبادل روابط او بتعمل اي حاجة تعجبك في الشات، وبمجرد ما بيعدي 10 دقايق او 20 دقيقه، طبعا البيتكوين عاملين كل 20 دقيقه دلوقتي العمله اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، كل 10 دقايق. كل المطلوب منك حضرتك تكتب اي حاجه في الشات، اي حاجه انت عايز تكتبها بالشكل ده، بيظهر دلوقتي زي ما انت شايف تاريخ. كل المطلوب منك بتاخد سكرين كده او لقطه للشاشه، بيكون عندك دلوقتي اثبات كده، انت عندك عمله واحده من عمله البي تي تروني. ايه المطلوب مني عشان اثبتها ليك يا عم احمد؟ هتروح تنوع على برنامج الفوصل زي ما انت شايف، هتنزل تحت على اخر حاجه زي ما انت شايف كده. لو قربت لك التليفون، انا كنت عامل البيتكوين دلوقتي، بقى لنا 4 ايام بنعدن في البيتكوين، وفي اثبات سحب موجود على القناه. هتيجي على اخر حاجه على مايننج بي تي تروني. كل المطلوب منك زي ما انت شايف دلوقتي، دخلوا 3 يعدنوا المسابقه، لسه عاملها انا حالا اليوم. هتخش تعمل نيو تايم، وركز معايا عشان في ناس كتيره بتغلط في المشكله دي. زي ما انت شايف، هتيجي هنا تعمل نيو تايم. لو طبعا ظهر معاك علام بتعمل رجوع بسهوله جدا، في اقل من ثانيه بتقفل منك، مفيش اي مشكله. لو ظهر معاك هنا زي ما انت شايف التيتولار اللي هو اليوزر بتاعك، ما تحاولش انك تغير اليوزر عندي في الابلكيشن عشان اعرف مين اللي بيستخدم الابلكيشن. وملحوظه يا جماعه، ما ينفعش حد يعمل اكتر من حساب على نفس الشبكه، هيتحذر له الايميل القديم والايميل الجديد، ومش هيبقى ليك الحق انك انت تدخل تشارك معانا مره كمان. هتكتب هنا مثلا كوين فري، طبعا انا عامل كوين فري فمش عايز اعملها مره كمان. هنعمل مثلا احمد كوين فري. هتيجي هنا تعمل وايت محفظه يعني يساوي، طبعا لو مش عارف تكتب وايت محفظه هسيبها لك اسفل الفيديو، او ممكن تكتبها بالعربي مفيش اي مشكله، وبعد كده تكتب طبعا محفظه حضرتك. اخر حاجه طبعا السكرين اللي انت اخدته، طبعا هتخش تلاقي السكرين بتاع حضرتك بالشكل ده، وبتيجي تعمل ان في ار يعني ارفعها كانك على الفيسبوك بالظبط. لو فتح معاك اعلان كالعاده بتقفل الاعلان، وتلاقي زي ما انت شايف حضرتك دلوقتي احمد كوين فري، هتدخل عليها بالشكل ده، طبعا هتلاقي الصوره بالشكل ده. طبعا انا هحذفها دلوقتي عشان انا عندي اثبات، انا مش عايز اسحب، ولكن انا بعملها نموذج للناس اللي هي عايزه تعرف. انا عندي طبعا نموذج اول واحد زي ما انت شايف، هو نفس الفكره كلها. طبعا انا هحذف طبعا الاولاني ده. تمام، عدت دلوقتي 10 دقايق يا عم احمد في الشات وانا بتكلم مع الشات، اعمل ايه كمان؟ هتروح كاتب كلمه كمان، اي كلمه، او تبعت صوره او اي حاجه، ونفس الكلام برضه، ولكن لا يقل عن 10 دقايق يا جماعه، عشان مفيش حد يبعت صوره اقل من 10 دقايق. ممكن تبعت براحتك، يعني انت مثلا مش عايز تبقى قاعد 24 ساعة في الشات، براحتك. كل ما تخش تبعت كلمة، مفيش، تاخد سكرين وتحطها، فكده بيتحسب 10 دقايق، ولكن أقل من 10 دقايق ما ينفعش. خدت السكرين بتاعي، أرجع تاني على الأبلكيشن بتاعي، هيظهر لك طبعًا لو قفلته لك هيظهر معاك بالشكل ده، سلس جدًا وسهل جدًا، ومش بياخد منك أي بيانات خالص في التليفون. هتنزل على آخر حاجة من تحت اللي هي مايننج بي تي تي، أو لو أنت عايز تعدل في البيتكوين نفس النظام برضو، هو البيتكوين نفس النظام، ولكن هنا تختلف الحد الأدنى للسحب، وبيختلف حاجات كتيرة. بتيجي طبعًا لو أنت دلوقتي شغال وعملت يوزر واخدت تاني سكرين، مش لازم تفتح يوزر جديد، عشان محدش يفتح يوزر جديد، ده مخالف يا جماعه. هتخش على المايننج بتاعك كده، انت رفعت اول سكرين، تاني سكرين هتخش على اليوزر بتاعك نيورز بوست او اثبات جديد، فبتخش كده على نيورز بوست، مش لازم بقى تكتب المحفظه هنا، تكتب بقى اي حاجه براحتك. وتيجي هنا على الارشيف، تختار الصوره اللي انت لسه واخدها، وبتيجي تعمل هنا كونتينوار او ارفع الصوره بالشكل ده، يعني كانك بتعمل فاوست، ولكن لا بتخش على موقع ولا بتخش على حاجه، انت بتكتب هنا في الشات حاجات
وبعد كده بتاخد الحاجات ديت تروح عامل لها سكرين وتيجي على اليوزر بتاعك تحطها. لو عندك يا صاحبي 10 صور بيحق لك انك تسحب، الحد الادنى للسحب بيكون من 10 بي تي تي. طبعا لو رجعنا كده على برنامج الشات، هتيجي هنا على الثلاث شروش اللي فوق، هتيجي هنا على نظام التعدين زي ما انت شايف تعدين البيتكوين، اقراها براحتك. انا دلوقتي جاي اقرا لك تعدين العمله اللي احنا عاملينها دلوقتي، هتخش كده بالشكل ده. لو انت طبعا عايز تقراها اقراها براحتك. بيقول لك نظام التعدين اللي انا شرحته لك دلوقتي كله، ولكن انا كاتبه عشان الناس تبقى عارفه. كل المطلوب منك على 10 صور تاخد 10 عملات، يعني الحد الادنى للسحب بتاعك بيكون كل 10 مرات. 10 مرات يعملوا قد ايه؟ يعملوا ساعتين الا 10 دقائق. لازم طبعا الصوره ما تكونش لا تقل عن 10 دقائق، عشان في الشات لا احنا عارفين ما ينفعش انك انت تاخد صوره اقل من 10 دقائق وتبعتها. الموضوع سلس وسهل جدا على كوين فري، واعتقد كل الناس هتكسب، حتى الناس اللي هي مالهاش في العملات الرقميه. انا اعتقد ان ده شات، حتى لو تخش تتعرف، تدخل مثلا تعرض على المنتج، تعرض على اي حاجه انت عايزها، فانت بمجرد ما بتكتب اي حاجه في الشات بالشكل ده بينزل لك رصيد. طبعا احنا عاملين بيتكوين وعاملين اثبات سحب، احنا النهارده جايين نشرح عمله بي تي تروني. لو وصلت معايا لحد كده يا صاحبي وعجبك الفيديو، ما تنساش تعمل لايك، ونشوفك في الجديد على كوين فري. بالمناسبه قبل ما اقفل، طبعا في عمله لسه نازله جديد، ما اعرفش هي هتكون ايه، ممكن تكون ترون، ممكن تكون حاجه تاني، لكن انا لسه لحد الان شغال عليها. كل الابلكيشن ده فكرتي الخاصه، انا لحد الان مستني اشوف مبرمج او مستني اشوف شركه عشان اعمل برامج حقيقيه. البرامج دي طبعا مجانيه، اي حد يقدر يعملها بكل سهوله، تقدر انك انت تعملها وانت قاعد في البيت، ولكن انا لحد دلوقتي ببحث عشان اعمل برامج حقيقيه. طبعا احنا مش هنوقف الشغل عشان نستنى شركه او نستنى مبرمج، نفس الكلام اللي بنعمله هنا نقدر نعمله على اي برنامج على كوين فري. مفيش حاجه اسمها صعب ومفيش حاجه اسمها مش هنعرف. نشوفك في الجديد على كوين فري.